اهلا بيكم، عشان انا بنزل لكم الحلقات اول باول ومش متاخره عليكم في حاجه. ساعدوني اوصل لحلم حياتي اللي هو ان انا اوصل لل 100,000 مشترك عشان اخد الدرع الفضي. لما اخد الدرع الفضي برجع لغى الاشتراك تاني. يلا بينا على طول نبدا الحلقه. بتبدا حلقتنا لما وقعت ليتا على جوريا، والاسوره بتاعتها شبكت في فستان جوريا واتقطع، والبنت اعتذرت لجوريا وجات مامي تيم وقالت يساعدني ابلغ الجميع ان ليتا خطيبه تيم، وطبعا ده صدمهم كلهم، وكل الاخبار انتشرت في كل مكان ان تيم خلاص بقى خطيبها. تيم قال لها ايه اللي انت بتقوليه ده؟ هو انت فاكره اني هسيب ده يحصل؟ انت بتعملي معايا زي ما عملتي مع تيا؟ جم الحراس ومسكوه، فكيفن حدف له مفتاح العربيه فجري على جوريا وشدها من ايدها وجري، لكن بنكتشف انه مشدش ايد جوريا اصلا، ده شد ليتا وجري. وطبعا اصحابه كانوا هيتجننوا من اللي هم عملوه، والكل كان واقف مصدوم. وبنيجي بقى لصدمة تيم لما بيكتشف ان اللي معاه ليتا مش جوريا، وقالت له ايه نوع اللعبة المريضة اللي انت بتلعبها دي؟ فنزل من العربية وقال لها انزلي. قالت له لازم ترجعني للبيت. قال لها خدي كل حاجة وروحي انتي. قالت له لازم تتعلم المسؤولية. فجي عشان يسيبها ويمشي، فنطت على ظهره وقعدته في ودنه، فبيفضل يصرخ زي الاطفال الصغيرة. فبتقول له هو المكان ده نقطة ضعفك؟ قال لها لا. ففضلت تجري وراه وتقول له طب خليني المسها مرة تاني. وبنكتشف ان هي مجنونة زيها زي تيم بالظبط. مامي ليتا حاولت تعتذر لمامي تيم على اللي حصل من بنتهم، لكن مامي تيم قالت لها دي كلها حيوية وتيم بيحب النوع ده من البنات، وطبعا بتقول كده علشان تضايق جوريا. وقالت كمان ان ليتا مناسبة جدا لتيم، وبدأ الصحفيين يسألوهم، وجوريا كانت واقفة بتتفرج على تسريحاتهم. رين قالها الجاكيت بتاعه ولبسه لجوريا وقال لها ما تقلقيش انت عارفة تيم كويس، واوعي تترددي بسبب خطة مامي تيم. وبصت لمامته وهي بتقول للصحفيين هما هيحددوا حياتهم، احنا الكبار ملناش دور في شؤونهم، وتيم على وشك التخرج واكيد مش هيستنوا ان هم يتجوزوا بعد الجامعه، اكيد هيحددوا حياتهم قبلها بكتير. وبقت كل الاخبار بتتكلم عنهم وبس. وتاني يوم في المدرسه جوريا بتتابع الاخبار، وتيم بيتصل بيها لكنها بتكنسل عليه ومش بترد، وبيجي البنات يضايقوها بالكلام، فبتقوم علشان تمشي فبيفضلوا يتكلموا عنها وحش، فبتجري للسطح وبتفضل تصرخ كعادتها، فبتلاقي حد بيقول لها بتصرخ ليه؟ وطبعا مش بيكون رين خالص وبيكون تالي. قالت له بتعمل ايه هنا؟ قال لها وظفني البواب في السر كده ان انا ادور على حاجات حوالين المبنى، وده سر وبيديني فرصة اني اعرف معلومات اكتر عن حياة الاف فور. قالت له انت ليه محتاج معلومات عنهم؟ قال لها انا بهزر. فبتبص من السور فبتلاقي واحدة بتنط من على سور المدرسة وبتدخل جوه والامن بيجري وراها. فتاني بيقول لها في ايه؟ قالت له مفيش انا لازم انزل بسرعة. وهي نازلة بيشوفها تيم وبيمسك ايديها وبيقول لها ليه بتتجنبيني؟ قالت له انا بس مستعجلة. قال لها انا بس عاوز اصحح لك اللي حصل امبارح، اللي حصل كان غلطك انتي، ليه ما مدتيش ايدك علشان امسكها؟ ليه سمحتي لي امسك ايد حد تاني؟ اعتذري لي بقى. فقامت هوب ضرباه وكان يستاهل الصراحة. وبيجي ام جي وكيفن بيلاقوه مرمي في الارض، وجوريا بتجري وبتقابل ليتا وبتخبيها من الحراس، ولما بيسالوها عنها قالت لهم جريت من اتجاه تاني خالص. جوريا دخلت قعدت معاها وقالت لها ايه خلاكي تدخلي المدرسه بالطريقه دي؟ كان ممكن تقولي لهم انك خطيبه تيم. قالت لها بالعكس هيكون الامر متعقد اكتر، وكمان انا هنا مش عشان تيم، انا هنا علشانك انتي. امبارح انا قطعت لك فستانك، انا صحيح ما لقيتش زيه بالظبط لكن جبت لك غيره. جوريا بترفض لكن ليتا بتكون مصره جدا وبتقول لها ده علامه تجاريه نادره، فبتقول لها مش هاخده. قالت لها لو ما خدتيهوش هسيبه هنا لاي حد ياخده. فجوريا بتفتكر لما رفضت تاخد التليفون من تيم وقال لها هسيبه هنا لاي حد ياخده، فبتاخده منها. وليتا بتقول لها متاكده انك هتبقي فيه جميله وبتمشي. وجوريا بتروح لبيتها وهي بتتفرج على صور تيم وليتا، واول ما بتدخل البيت بتلاقي تيم قاعد بياكل مع اخوها. قالت له فكرتك في ميعاد مع خطيبتك. قال لها انا هربت، انا رجعت يومها علشان اخدك لكن لقيتك مشيتي، وكمان النهارده ضربتيني. قالت له قوم روح لخطيبتك. قال لها انا مش عاوزها، امي اللي اجبرتني عليها. قال لها لازم نتكلم انا وانتي، انا من امبارح ما نمتش، حتى شوفي من قلة تركيزي جرحت نفسي، وكمان كنت حزين، وكمان ما خدتش هدية عيد ميلادي، وفي حد عاوز يتجوزني وانتي اصلا مش مهتمة. قالت له ما كنتش جايبة هدايا او رمتها. اخوها قال الهدية في التلاجة وراح خدها وكان مبسوط بيها جدا. فسمع في الاخبار عن انخفاض الاسعار اللي في البورصة بسبب الحالة الصحية لاهم رجل اعمال في تايلاند، فشكله اتغير كده وقال لجوريا هشوفك بعدين ولازم امشي دلوقتي حالا.
وصحابه كمان شافوا نفس الخبر وكانوا مش مرتاحين لمام التيم وحاسين انها بتخطط لحاجة. وكمان مام التيم كانت مع سكرتيرها ولما سألها عن تيم وليتا قالت له مش ده اللي قلقني خالص، كل حاجة هتمشي لوحدها، لكن اللي بيحصل النهاردة من ناحية الشغل حدث فريد مش بس في تايلاند لا وفي سنغافورة كمان. وكان قدامها الجورنال مكتوب فيه انخفاض المخزون لدى شركة تي ان وكمان انخفاض صحة مالكها اللي هو ماكرون. تاني يوم بيروح تيم بيصحي رين علشان يوريه البسكوت اللي جوريا عملته له، راح رين اكلها قال له يعني انت جاي بدري علشان تصحيني علشان اشوف البسكوت؟ قال له لا، قال له يعني سمعت عن حالة ماكرون؟ قال له ايوه، عشان كده لازم ارجع للبيت شوية. قال له طب وليتا؟ قال له ما تقلقش عندي طريقة اتعامل بيها معاها. وفجأة في محل الورد بنشوف ام جي وكيفن داخلين بيجروا وشكلهم كان مرهق جدا وتعبان. سألتهم جوريا ايه اللي حصل؟ قال لهم تيم طلب مننا ان احنا نساعده في التعامل مع ليتا، لو في خريطة هشرح لكم افضل. وجاب الخريطة وقالوا ان هم راحوا الاول للملاهي وفضلت تلعب كتير واقنعتهم بعدها ان هم يدخلوا رحلة مائية، وبعدها طلبت منهم انها تاكل، وبعدها طلبت انها تروح سوق الزهور، وانتهى بينا الامر هنا. كانج قالت له وهي راحت لبيتها دلوقتي، دخلت ليتا وقالت لها انا لسه كل طاقة وكل حيوية. وطبعا هم كانوا جابوا اخرهم وليتا قالت عليهم انهم مملين جدا وطلبت من جوريا تخرج هي معاها، وجوريا قالت لها بس انا عندي شغل. قالت لها يعني لو حد اشترى كل الزهور اللي في المحل مش هيكون عندك شغل، وقتها تخرجي معايا عادي. بعد كده بنشوفهم بيعملوا شوبينج وشافت جوريا شنطة بس اتصدمت من سعرها وجت ليتا واشترتها بكل سهولة، وبعد ما خلصوا قدمتها ليها جوريا فرفضت انها تاخدها. قالت لها شفت ان الشنطة عجبتك فاشتريتها لك، فرفضت تاخدها برضو. فقالت لها لو ما خدتهاش هسيبها هنا. قالت لها وانا كمان هسيبها هنا. فاعتذرت ليتا وقالت لها انا شكلي ضايقتك وضغطاكي معايا، اصل انا عمري ما كان ليا اصحاب ومعرفتش اتصرف ازاي مع اصحابي. جوريا قالت لها انا مش متضايقه بس مش تشتريش ليا حاجه تاني لان ده بجد بيضايقني، ده حتى الفستان اللي جبتيه معرفتش احطه في دولابي لان السحاب كان مكسور. فوعدتها انها مش هتضايقها تاني، وفي نفس الوقت سالتها هو سحاب دولابك مكسور ليه؟ هو دولابك شكله ايه؟ فخدتها جوريا لبيتهم وكانت مبسوطه جدا لانها اول مره تشوف دولاب من النوع ده، وطلبت من جوريا تسمح لها انها تيجي عندها على طول، وانها كانت مبسوطه جدا وان اليوم معاها كويس، وقالت لها انها كانت بتتمنى يكون في حياتها حاجه بسيطه لكن باباها كان دايما مأمن حياتها حتى علاقتها مع اصحابها ولاد اغنياء وبس، وانها قررت انها تكون صديقه لجوريا وجوريا وافقت بصداقتها. قالت لها ان حوار خطوبتها ده بغير موافقتها وان اللي خطط لكده اهلها واهل تيم، وسالتها عن علاقتها بتيم، فجوريا قالت احنا مجرد اصدقاء. وفجاه بيجي تيم واخو جوريا وبيشوفوا ليتا وجوريا مع بعض. تيم قال لها ايه اللي جابك هنا؟ قالت له انا وجوريا بقينا اصدقاء. انت بتعمل ايه هنا؟ انت كمان صديقها صح؟ انت الطف يا جوريا من انك تكوني صديقه الحمار زي ده ولسانه طويل. فقال لها جوريا كمان الطف من انها تكون صديقه القرده زيك. وفضلوا يشتموا بعض زي الاطفال وجوريا كانت هتتجنن منهم. وكيفن كان مع كانينج في محل الورد بيجهزوا الطلبيات اللي طلبتها ليتا، وكانينج شكرته على مساعدته ليها وكان خلاص هيمشي بس رجع تاني وقال لها انا جعان ممكن تشوفي حاجه ناكلها سوا؟ وراحت وجابت له زبادي وقال لها ده اكل اطفال لازم تهتمي بصحتك شويه. وفضل يهزر معاها شويه وبعد كده فضلوا يتكلموا عن ليتا والمؤامره اللي عاملاها مام التيم لخطوبتهم. بس اللي شغلهم اكتر ايه سبب التقرب لليتا؟ ليتا من جوريا دلوقتي اكيد وراها خطه هي كمان. خافت كانينج على جوريا واتصلت بيها فقالت لها شكلها تعبانه جدا. قالت لها مالك؟ فجابت الكاميرا على ليتا وتيم وهم بيتخانقوا مع بعض. وتاني يوم بتمشي ليتا من عند جوريا وشكرتها على النوم عندها وان اليوم كان معاها ممتع جدا ومختلف وانها تعيده تاني. فدخلت جوريا تتكلم مع تيم عن ليتا وهما بيتكلموا فجأة بيحضنها وبيقول لها انا هغيب لفترة مهما حصل استنيني وخليكي صبورة، وسابها ومشي. جوريا قالت انا عرفت تيم من سنة كنت فاكرة ان انا عارفة عنه كل حاجة لكن ادركت دلوقتي ان هو ما يتفهمش بسهولة. وشافت خبر وفاة الملياردير ماكرون وكمان رين وام جي شافوا الخبر. وكيفن قال لكانينج استعد هيطلب منك كمية كبيرة جدا من الزهور. وتيم بيرجع لبيته وبيكون خبر وفاة ماكرون منتشرة بشكل كبير جدا. وبتستلم جوريا كانينج تجهيز الورد لمكان الجنازة. فبيجي كيفن وبيساعدهم وقال لهم لازم تكونوا مهتمين لأدق التفاصيل، لو حد عجبه شغلكم هيتفتح لكم مجال كبير جدا. جوريا قالت له في موقف زي ده مفيش حد بيفكر في الشغل. قال لها وفاة ماكرون تغيير لكل حاجة ولإدارة البلد كمان، وخاصة بالنسبة لعشاء العقارات اللي زي تيم، على الرغم انه هو غير مفهوم في البداية لكن لازم تكوني فاهماه يا جوريا. وبدأت مراسم الجنازة اللي حضرها أهم الشخصيات في تايلاند واللي من ضمنهم الاف فور وعائلتهم. وبيدخل تيم وجنبه ليتا، وجوريا كانت واقفة تتفرج وقالت كنت فاكرة ان تيم مش فاهم عالمي
لاني دلوقتي فهمت ان انا اللي مش فاهمه اي حاجه في عالم تيم. بتروح جرية تقف بره وبيشوفها تيم وهي طالعه، ورين بيطلع وراها وبيقعد جنبها، ورين بيلاحظ ان الشوز بتاع ليتا تعبها وانها مش قادره تقف، فبيعتذر وبياخدها ترتاح. وجرية بتقول لرين انا مش فاهمه حاجه من اللي حصلت النهارده دي. قال لها انا كمان لسه اول مره ليا احضر مراسم زي دي. فقال لها اتكلمتي مع تيم؟ قالت له شكله مشغول. تيم بيدي ليتا لزق الجروح اللي كانت جوريا اديته له. قالت له انا دلوقتي كويسه، يلا نكمل المراسم. قال لها عاوزه اتكلم معاكي. جوريا في الوقت ده كانت بتسال رين تفتكر هيقدر تيم يعمل حاجه للخطوبه دي؟ وتيم قال لليتا انا مش موافق على الخطوبه دي، وانت كمان مش موافقه صح؟ قالت له تقدر تعمل حاجه؟ قال لها بس احنا مش بنحب بعض وملناش دعوه بشغلهم. رين قال لجوريا الظروف والوضع كله مقلق دلوقتي. وليتا سألت تيم شكلك مؤمن بالحب؟ قال لها الحب ده أعظم حاجة بالنسبة لي، لو مش بتؤمني بالحب فدي مشكلتك، لكن أنا أهم حاجة بالنسبة لي الحب. جوريا قالت لرين أعتقد أن كل حاجة هتبقى كويسة. تيم قال لليتا مش هسيب حد يتأذي بسببي. جوريا قالت تيم عنيد جدا وهيلاقي أكيد طريقة. ورين قال لها المشكلة بالنسبة لي مش في مشاعر تيم، أنا قلقان من مشاعر ليتا، هل هي فعلا مش بتحب تيم؟ وفي الوقت ده كان فعلا ليتا شكلها عجبها كلام تيم وحبته. وبعد كده بتخلص المراسم وبتيجي ليتا لجوريا وبتقول لها ان عيلتها راحت مع عيلة تيم وسابوها لوحدها عشان خافوا انها تعمل مشاكل. عزمتها على قصير وقالت لها كنت بتعملي ايه هنا؟ قالت لها كنت بحاول افهم حياتكم وبقرأ عن ماكرون شوية لكن ما فهمتش اي حاجة. ليتا قالت لها ولا انا كمان فاهمة، كل اللي اعرفه ان ده امر مهم، بابا قرر يسيب شغله ويدخل للسياسة وده هيخليه افضل، ولكنه قال ان السياسة مش لاي شخص وخلاص. قالت لها علشان كده انت اتخطبت لتيم؟ قالت لها صعب افهم ده، ولكن اذا كان بامكاني دعمه باي شكل هدعمه. قالت لها طب وحياتك؟ ليتا قالت لها عايز اسالك على حاجه، هو الحب مهم بالنسبه ليكي؟ قالت لها طبعا، ما اقدرش اتخيل ازاي اعيش مع شخص مش بحبه، دي حياتنا يا ليتا، وما ينفعش نجبر حد على الجواز مع حد مش بينحبه. قالت لها عيلتي قالوا لي درسي تيم لفتره من دلوقتي، لكن انا متردده وما حبتش شخصيته، وحسيت ان عيلتي عرفتني على شخص اسوأ 100 مره، لكن بمجرد معرفتي بيه عرفت ان هو لطيف جدا وعنده كده جانب طفولي، مش عارفه ليه كنت متردده. افتكرت وهو بيكلمها عن الحب وقالت لها انا دلوقتي اتاكدت ان هو زي ما قلتي، الحب مهم، وعشان عيلتي تسيب شغلها في ايد حد ويدخلوا السياسة هيكون الحد ده هو تيم، لاني بؤمن اني هحب تيم في يوم من الايام. كل ده بتسمعه جورية وهي ساكتة يا قلبي. بجد كان الموقف النهاردة حزين جدا في الحلقة دي. وبتشوف اللزقة اللي اديتها له وهي على رجل ليتا، وليتا بتصدمها اكتر وبتقول لها انها حبيته فعلا، وبتروح لبيتها وبيتصل بها تالي فبترد، فبيقول لها على شغله لازم تروح له، وبيقول لها لازم اساعدك، وبيكونوا في مخيم علشان يقدموا في الوظيفة، وبيكون عامل حسابها في كل حاجة، وبيتكلم معاها شوية كتير عن الاغنية، وبيقول لها في النهاية ان هم طبقة واحنا طبقة وما ينفعش نبقى مع بعض. وتاني يوم بترجع لبيتها تلاقي تيم نايم قدام بابها، بتنادي عليه وتصحيه وبتقول له ايه اللي جابك هنا؟ قال لها جايب لك اكل من اللي بتحبيه. وبيدخل يعمل لها الاكل وبيقول لها انا هربت من البيت علشان اجي لكم، علشان طول الوقت عندي شغل مش بيخلص، وان مامته جايبه له حرس مخصوص يراقبوه، ولو عرفت ان هنا هتبعتهم ياخدوني، بس جوريا هتحميني اكيد. جوريا بتمسك تليفونها وبعد كده بتاكل معاهم، وبيفضل يتكلم عن شغله والايام الممله اللي بيقضيها، وكمان ليتا اللي نفسه يخلص منها، لكن جوريا مش بتقول ولا كلمه. وفجاه بتخرج من صمتها بتقول له انت وليتا جمال قوي مع بعض ومناسبين من ناحية الاعمال والنسب وفي نفس الدايرة الاجتماعية. تيم واخوها مصدومين من كلامها. تيم بيقوم يشدها من ايديها وبيقول لها قومي نتكلم بره. طلعت معاه قال لها فهميني في ايه؟ قالت له انا مش غلطانة، حياتك مع ليتا هتكون افضل. قال لها قلتلك اني هحل الامر، قلتلك بس خليكي صبورة. قالت له انت متأكد من كلامك؟ انا كل ما صبرت اكتر كل ما فهمت عالمكم اكتر. وفضلت تعيط وقالت له احنا بنحارب، اعترف اننا حتى لو اتجوزنا كل المصاعب ده مش هتكون في النهاية معايا، ومش هتكون دي النهاية اللي بنتمناها. عاوز نصبر قد ايه؟ انا تعبت يا تيم، انا عاوز افضل زي ما انا، وانت لازم تكون مع حد مناسب ليك. قال لها هنقدر وهنكون مع بعض يا جورية. قالت له فتح عينك وشوف الفرق، احنا مختلفين عن بعض. قال لها عاوزاه نعمل ايه؟ انا بحاول يا جورية ومش قادر. قالت له انت مع ليتا مش مضطر ان انت تحاول وهتقدر تحبها. قال لها بجد يا جورية انت حسيتي باي حاجة لما قلتلك ان انا بحبك؟ حسيتي باللي عملته عشانك؟ فضلت تعيط وهو فضل يصرخ ويقول لها جاوبيني. وفجأة بتوصل عربية الحرس فقال لها انت عرفت عيلتي اني عندك؟ قالت له ارجع للعالم بتاعك.
فضل يصرخ ويقول لها عملتي كده ليه. جم الحرس وخدوه غصب عنه، وهو فضل يصرخ وينادي عليها وهي فضلت تعيط. جوريا راحت توصل اخوها علشان مسافر لامه وابوه، وكان زعلان ان تيم مش موجود، وفضلت حضناه ويعيطوا هما الاتنين. وبعد كده بنشوف تيم وبيروح لليتا، وبتخلص حلقتنا قبل ما نعرف هو كان رايح لها ليه. كنت معاكم اي احمد، ومتنسوش باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم مني كل جديد.